أربع جامعات النهاردة موجودين وعندهم طلبة، منهم اللي ابتدى السنة اللي فاتت ومنهم اللي ابتدى هذا العام زي جامعة المنصورة الجديدة. كلها البرامج اللي حضرتك دايما كنت بتنادي بيها، برامج لا تنادي المستقبل ووظائف المستقبل. وطبعا عندهم كلهم عندهم شراكات عالمية زي ما احنا تمت كلها، زي هيروشيما يونيفرسيتي، أريزونا ستيت يونيفرسيتي، جامعة العالمين عندها تواصل مع جامعة في أمريكا، وجامعة أيضا ليون في فرنسا، جامعة الملك سلمان عندها الـ IMC مع النمسا، وعندها أيضا شراكات مع بريطانيا. جامعة المنصورة الجديدة نفس الكلام، مع يعني بنحاول نتنوع في المدارس العلمية وفي الشراكات العلمية مع كل. أيضا طمن سيادتك على جامعة المصرية اليابانية، المرحلة اللي سيادتك أمرت بيها شغالة بشكل كبير جدا وطبقا للبرنامج التنفيذي اللي بيتعرض على سيادتك، شغالين في 14 كلية في نفس التوقيت، دي المرحلة الثالثة اللي سيادتك يعني أمرت بيها. أيضا جامعة زويل انتهت المرحلة الثانية والثالثة فيها، النهاردة بقى عندنا المكان الجديد اللي في الجامعة المصرية اليابانية، منطقة برج العرب عامة بقت فيها الجامعة اليابانية، وبقى فيها مركز البحوث، وبقى فيها جامعة تكنولوجية، وأيضا بقى فيها جامعة سنجور اللي سيادتك أمرت بيها. فمنطقة برج العرب في خلال فترة قصيرة يمكن العام القادم هتبقى مكان يحتضن كثير من الطلاب على مستوى الجمهورية. في الخلف هو الجامعات التكنولوجية اللي سيادتك احنا بدأنا بثلاثة، وإن شاء الله عندنا 6 جامعات بيتعملوا دلوقتي في شرق بورسعيد وفي 6 أكتوبر وفي برج العرب وفي طيبة في الأقصر وفي أسيوط الجديدة في المناطق الصناعية، وكلها بتحاكي البرامج الخاصة بالصناعة وبالتنمية. بدأنا بالثلاثة وإن شاء الله العام القادم في سبتمبر 22 إن شاء الله هيخشوا كمان 6 جامعات الجديدة التكنولوجية. العاصمة الإدارية الجديدة فاندم أيضا تم افتتاح بفكر سيادتك أول ما ابتدينا بأن احنا نعمل توأمة مع الجامعات الأجنبية، يكون فروع للجامعات الأجنبية موجودة. احنا موجودين في العاصمة الإدارية الجديدة النهاردة، وأيضا في حوالي 5 ل6 جامعات بيعملوا، منهم اللي ابتدى من سنتين ومنهم اللي دخل الخدمة السنة دي. على سبيل المثال النولج هاب أو مؤسسة المعرفة والتستضيف جامعتين، جامعة من انجلترا اسمها كوفنتري من الجامعات العريقة، وجامعة من البرتغال اسمها نوفا. ايضا مؤسسه الجامعات الكنديه فيها برنس ادوارد ايلاند يونيفرسيتي وفيها رايسون يونيفرسيتي من الجامعات الكبيره جدا على مستوى كندا. وايضا احنا بنبقى معنيين جدا البرامج اللي بتقدم من خلال الجامعات اللي بنستضيفها، احنا اللي بنختارها من خلال لجنه بتشوف احنا مصر محتاجه ايه في المستقبل، واذا كانت البرامج دي في احتياجات الخريج بتاعنا. ايضا مجموعه الجامعات الاوروبيه معها لندن سكول اوف ايكونومكس اند بوليتيكال ساينس من افضل 10 جامعات على مستوى العالم في هذا التخصص، ومع ايضا جامعات تانية من انجلترا في برنس ادوارد ايلاند، وعندنا كمان جامعة هيرتفوردشاير وحوالي 8 جامعات المانية. كل دول بيعملوا بالفعل في العاصمة الادارية الجديدة، وهناك طلبة يعني واحنا بنتكلم موجودين داخل المحاضرات وداخل الجامعات. يمكن العاصمة الادارية الجديدة بالنسبة لنا اشتغلت من سنتين، واحنا معنيين جدا انها تبقى فيها الخدمات التعليمية بشكل كبير. دايما سيادتك كنت بتسأل هل احنا عندنا، هل اللي احنا بنعمله ده كله خلى الولادنا اللي بيسافروا بره عددهم يقل؟ من خلال دراستنا فندم السنه دي من اداره البعثات واداره الوافدين، احنا قدرنا نقول ان احنا نزلنا لاول سنه 50% من الاعداد الطلبه اللي كانوا بيسافروا. يعني السنين اللي فاتت كنا بنوصل في السنه الواحده مع بدايه العام حوالي 4600 طالب بيسافروا يتعلموا في دول كتير في العالم، السنه دي احنا رصدنا 2200 طالب فقط. ده معناه ان احنا منظومه التعليم اللي توسعنا بيها وبالشهادات وبالكفاءه دي قدرت انها تستقطب الطلاب بدل ما كانوا بيسافروا بره. ده بالاضافه الى الوافدين، كمان ايضا الوافدين حصل زياده كبيره جدا في اعداد الوافدين للتعليم. يمكن في الجامعات الحديثة بتاخد سنة واثنين وثلاثة عشان تقدر ان الجامعات دي يبقى ليها السمعة الدولية لا تستقطب، لكن احنا معنيين جدا ان المنظومة دي تستقطب وافدين وايضا تقلل من الاغتراب المصريين. فضل فضل. فاحنا كده في جامعة عين شمس، وسيادتك طبعا يعني كنت أمرت ان يبقى الحرم جامعة عين شمس متكامل بالذات
ويعني في تطوير كبير على مستوى الجامعات المصرية الحكومية بشكل يعني في أكتر من 500 مشروع من خلال الحكومة من خلال وزارة التخطيط يعني باستثمارات أكتر من 150 مليار جنيه على مستوى كل ما فيش جامعة في مصر من 27 جامعة ما فيهاش حجم من العمل والتطوير الضخم جدا سواء إضافة كليات جديدة أو تطوير في منشآت أو إضافة خدمات صحية وطلابية لأن هم دول الكتلة الحرجة اللي موجودة في الجامعات فإذا عملية التطوير مش بس واقفة أو مش بس في الحاجات الجديدة لكن احنا معنيين جدا ان من أسوان لحد مرسى مطروح ومن العريش لحد اسكندرية احنا بنعمل تطوير في كل المجال. ما برضو جامعة القاهرة عندنا جامعة مصر علوم التكنولوجيا عاملة مشروعين ضخمين جدا في ودي جامعة يمكن من الجامعات الخاصة اللي مر عليها 25 سنة يعني بقى عندنا جامعة قدرت انها توصل ل 25 سنة من الخدمات التعليمية ما موجودة في منطقة 6 اكتوبر بتعمل كامبس جديد وكمان راحت للأقصر واحنا قلنا لهم كده اللي عايز يطور يطلع على الصعيد ويطلع على مناطق جديدة احنا عايزين نعمل فيها تنمية سواء الأقصر الجديدة او سوهاج الجديدة او قنا الجديدة كل المدن الجديدة بنحاول ان احنا نشجع المستثمرين ان هم يطلعوا بره نطاق القاهرة ويطلعوا علشان نخرج بره الحيز الضيق ونبقى نعمل تنمية عمرانية مبنية على تعليم بالفعل. دي من الجامعات الخاصة ايضا جامعة 6 اكتوبر للعلوم والتكنولوجيا الام اس اي من الجامعات ايضا اللي كانت بدت بقالها حوالي 20 سنة في منطقة 6 اكتوبر غرب القاهرة. شرق القاهرة عندنا جامعة مصر الدولية طبعا في الخلف جامعاتنا العريقة جامعة اسكندرية وجامعة طنطا وجامعة المنصورة وجامعة سوهاج يعني كل الجامعات فيها تمثيل بعض المراكز البحثية زي معهد بحوث البترول واحنا بنشتغل مع وزارة البترول الحقيقة فندم ان احنا بنحاول نربط المراكز البحثية بالخطة الاستثمارية الخاصة بالقطاع نفسه فوجودي مع زميلي الدكتور طارق الملا في اجتماع واحد على في مجلس إدارة معهد بحوث البترول المصري بنشوف احتياجات القطاع ايه ومن في ضوء الاحتياجات دي بنوجه البحث العلمي ان هو يخدمها وبالفعل معهد بحوث البترول عمل كمية كبيرة جدا من الأبحاث العلمية اللي فادت قطاع البترول. نفس الحكاية عندنا حضرتك بتتابع معنا معهد بحوث الإلكترونيات وده يعني زي ساينس بارك أو واحد علم في مجال تصنيع الإلكترونيات وهيبقى فيها غرفة نظيفة يمكن الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وستك إن شاء الله في خلال العام القادم في الربع الأول أو الثاني من 22 هتفتتح هذا المكان اللي في جوزيف تيتو وهو صرح علمي بحثي ضخم جدا في مجال إحنا محتاجينه بنطوره وهو بحوث وعلوم الإلكترونيات. طبعا فندم في شركاء للنجاح لان يعني شركات كبيره زي شركه سيسكو وشركه هواوي هم يعني بيعملوا معانا مش بس في منطق الجامعات اللي احنا بنشتغلها في البنيه التحتيه سيادتك كنت كلفتنا بتطوير البنيه التحتيه المعلوماتيه في كل الجامعات المصريه وده مشروع ضخم يصل الى 7 مليار جنيه واحنا بدانا من قبل كورونا والحمد لله كان سيادتك عندنا رؤيه يعني فيها استشراف للي هيحصل ده ساعدنا كتير جدا ان احنا نتغلم في وقت الكورونا على عمليه تعليميه ونقدر ان احنا اولادنا وهم موجودين في بيوتهم نقدر نوصل لهم ونعلمهم يمكن الشركات دي دخلت معانا في تدريب حوالي 17,000 طالب للتحول الرقمي سيادتك دايما بتقول ان احنا عندنا شباب لو قدرنا نوصل لتعليمهم ونحولهم نعمل لهم تحويل للتحول الرقمي هيبقى عندنا كتله حرجه من المتخصصين اللي ممكن يفيدوا مصر ويفيدوا نفسهم كمان في هذا المجال اللي هو التكنولوجيا شركه هواوي من الشركات اللي ساعدتنا في التدريب واعطاء دورات تدريبيه وكمان بتساعدهم على ايجاد فرص عمل مش بس في مصر لكن كمان حتى خارج مصر من خلال مسابقات عالميه نفس الحكايه بتعملها شركه سيسكو اللي هي ايضا بتتعاون معانا يمكن كل البنيه التحتيه في الجامعات الجديدة فندم كانت عاملها لنا شركة سيسكو وطبعا هي شركة متطورة جدا في العلوم والتكنولوجيا سواء في النواحي التعليمية فيما يخصنا أو في أمور كثيرة تانية طبعا الأكاديمية البحث العلمي عندها برامج كثيرة والمركز القومي للبحوث ومركز بحوث البترول وأيضا هيئة الثروة السمكية كل دي عندنا تعاون ودائم مع كل الجهات ايضا جامعه المستقبل فندم من الجامعات ايضا العريقه جدا في مجال التعليم الخاص ودايما احنا في تعاون كبير ما بين الجامعات الحكوميه والجامعات الخاصه الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في اسكندريه وفي لها مقر في القاهره وفي القريه الذكيه ايضا من المؤسسات التعليميه اللي برضو جت معانا وراحت العالمين
يعني يمكن احنا فتحنا جامعة العالمين وهم تشجعوا فتحوا معانا جامعة هناك، بحيث ان مدينة العالمين يكون فيها جامعة واثنين وثلاثة نقدر نحنا نطور بيها المنطقة بحيث انها تبقى موجودة طول السنة ان شاء الله. عندنا من اكتر من يعني من 15 20 سنه جامعه اسمها جامعه المصريه للتعلم الالكتروني، ما كانش ليها دور كبير، لكن في اخر 3 4 سنين حضرتك ابتدت تبان اهميه التعلم عن بعد، وهي اللي بتعلمه او اللي هي النظام التعليمي بتاعها بيعتمد دايما على الكورسات اللي يبقى الطالب مش بالضروره يكون موجود في الكامبس او موجود في الجامعه، وده التطور اللي ممكن يحصل في المستقبل. وعندنا امثله كتيره على مستوى العالم فيها مليون و2 مليون و3 مليون طالب بيبقوا موجودين في دولهم وبيقدروا ان هم يتلقوا تعليم وياخدوا شهادات، واحنا عندنا جامعه بنطور فيها بشكل كبير في هذا المجال. طبعا الجامعة الألمانية وعندها مكان في العاصمة الإدارية الجديدة أيضا الجامعة الألمانية الدولية. الجامعة البريطانية، وإحنا النهاردة بقينا يعني معنيين جدا إن إحنا ندخل الجامعات الخاصة فندم في نطاق البحث العلمي، فعندهم كثير من الأبحاث العلمية سواء في توليد الطاقة من خلايا الشمسية أو من الوينتربين أو حتى، ودول كلهم شغل طلبة يعني كل الجامعات الخاصة دايما كانت معنية بالتعليم والناحية الطلابية أكثر منها من الناحية البحثية. إحنا في آخر 6 سنين قلنا لهم إن الجامعات علشان تبقى متكاملة وتقدر تخش في التصنيفات العالمية لازم يكون لها دور في الأبحاث العلمية، وخصوصا الأبحاث العلمية اللي تخدم المجتمع وتخدم الدولة. طبعا يا فندم سيادتك ايضا يعني كنت متابع وبتعليمات سيادتك على جامعه مصر المعلوماتيه مع زميلي الدكتور عمرو، الحمد لله يعني الجامعه فتحت السنه دي وكان يعني انجاز كبير جدا ان احنا نقدر، كنا بنشتغل حقيقه على مدار اليوم علشان نقدر ان احنا نوفي ان يبقى في طلاب، وبرضه اطمن سيادتك ان في العاصمه الاداريه الجديده انضمت جامعه مصر المعلوماتيه اللي هي اصلا بالتعاون ما بين وزاره الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات ووزاره التعليم العالي، وبقت فيها طلاب والنهارده موجودين في تقريبا 3 تخصصات في تكنولوجيا الاعمال وفي الحاسبات والمعلومات وفي الهندسه. بدانا باعداد مش كبيره لكن علشان نقدر، وحضرتك اديت تكليفات لينا ان احنا الكامبس بتاع الجامعه ان شاء الله على العام الدراسي الجاي اللي هو على 25 فدان يكون بينتهي، فمع الدكتور عمرو احنا شغالين، وعملوا حقيقه يعني اتفاقيه دوليه مع جامعه اسمها بوردو في الولايات المتحده الامريكيه من افضل الجامعات على مستوى العالم في هذا المجال والتخصص. سيادتك الدكتوريه تفنم ان احنا نستضيف اوائل الثانويه العامه، بالفعل احنا مستضيفين 33 من اوائل الثانويه العامه موزعين على كل محافظات الجمهوريه بالكامل، استضافه دراسيه ومعيشيه زي ما زميلي الدكتور خالد تفضل. احنا بالفعل بدانا باربع تخصصات هي الأكثر طلبا في سوق العمل، من ضمنها مثلا الفنون الرقمية اللي أصبح تخصص مطلوب جدا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الجامعة فنم هي أول جامعة متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى إفريقيا، زي ما دكتور خالد قال احنا بدأنا بشراكات مع جامعات متميزة، مع جامعة بيردو واحدة من أحسن جامعات في أمريكا في هذا المجال، مع جامعة مينيسوتا أيضا واحدة من أحسن 10 جامعات في أمريكا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. إن شاء الله هنبدأ في مباني الكليات تكون جاهزة، لكن الطلبة بتشتغل على أحدث معامل في كل تخصصات الكليات الأربعة للجامعة اللي بدأت. طبعا معنا يا فندم مشرفنا ضيوفنا من أذربيجان ومن الإمارات العربية المتحدة ومن منظمة السيسكو وأيضا من مؤسسة حمدان بن راشد المكتوم لأداء التعليم المتميز، فدول كلهم شركاء يعني مشرفينا النهاردة. وإحنا اللي بنعمله ده كله يا فندم من خلال بنك المعرفة كمان في تعاون دائم من خلال كل المنصات التعليمية وكل الناشرين الدوليين اللي موجودين مع بنك المعرفة، بنحاول إن إحنا كل الجامعات سواء الحكومية أو الخاصة أو حتى البحثية، وده ساعد بشكل كبير جدا في ترتيب أو تحسين ترتيب الجامعات المصرية على
مستوى العالم. ومع بنك المعرفة أيضا كان دايما عندنا مشكلة في الكليات النظرية والعلوم الإنسانية والاجتماعية أنها بتبقى مكتوبة بالعربي، فالعالم مش شايفها وما بيحاسبناش عليها أو ما بيقدرش إن هو يطلع عليها. في معزمين الدكتور طارق أيضا وبنك من خلال بنك المعرفة تم استحداث منصة باللغة العربية علشان نستطيع إن احنا نحمل عليها الأبحاث في كليات الحقوق وكليات الآداب والكليات النظرية والعلوم الإنسانية والاجتماعية، علشان يبقى ليها رانكينج نقدر إن احنا تخش في عدد الأبحاث اللي بنقدر إنها تحسب من ترتيبنا. فبنك المعرفة في النواحي الطبية أو العلوم الإنسانية والاجتماعية أو الأبحاث العلمية يعني سند كبير جدا لكل المنظومة فندم. أشكر سيادتك فندم.